محسوس، عايزينه يتعدي وتبقى محاكمة عادلة وعلنية في الشاشات كلها. طب هو مش أحسن من مبارك اللي خدمنا 30 سنة وحبسناه؟ يتحبس هو كمان ويتسجن، ولو عمل خطأ يتحاكم على الخطأ، عمل صح يروح بيتهم. المرشد زي مبارك ويتحاكم زي هو على كل اللي عمله. تمام. كل الشعب اللي موجود وسامع الجلسه وعارف الجلسه كل حاجه. يعني احنا كلنا دلوقتي البلد والله العظيم، بس المهم يحكموا محاكمه عادله مش اكتر، يعني يحكموا العدل، مفيش حاجه اسمها تبع ده وتبع ده، هو عدل ربنا هو اللي يحكمه باذن الله. الله كل خير ان شاء الله، مش حاجه تحسن من ده كله. عايزين نقول حاجه بس، عايزين البلد تتطور، عايزين البلد تنقل نقلة تانية، ما ينفعش اللي بيعملوه ده كل واحد شوية كل جمعة ينزلوا يعملوا ثورات، ما ينفعش كده. هي المشكلة بس إن هو يعملوا محاكمة هتعمل مشاكل في البلد، مش عملية مظلوم أو مش مظلوم دي هتفيد القضاء. طب إيه هي نوع المشاكل اللي أنت شايف اللي هي ممكن تحصل؟ قلق ومظاهرات في البلد على الفاضي. ده اللي هيصير اضرب مثلا لسوريا بالجيش الحر، ده مش جيش حر. امال انت شايف ايه اللي حصل في سوريا؟ ايه رايك في ارهابيين؟ مجموعه ارهابيه عم تخرب بالبلد وتقتل الناس. يعني انت رايك ان مرسي كان عايز يعمل زي ما الجيش الحر عمل في سوريا؟ مش مرسي، ممكن بالتحديد اللي ورا مرسي، ما مرسي كان مش اكتر من اداء يا حرام.